النهاردة بقى موضوعنا حلقة انتوا يعني لا يبلى ولا يفنى، الموضوع اللي دايما بتكتبوه في التعليقات وانا دايما بتجنب اتكلم فيه عشان حاجات كتير جدا، بس عشان انتوا غاليين عليا وحابة ان انا اعمل لكم حلقة نفسكم فيها. فالنهاردة هنتكلم عن اكتر طرق او اذكى طرق انك تكسبي فيها اهل جوزك، وزي ما بيقولوا تحطيهم في جيبك. طبعا انت ممكن يكون مش هتقدري تحطيهم كلهم في جيبك، بس ده تعبير مجازي، تحطيهم في جيبك يعني تكسبيهم وتبقي في بينكم ود ومش قلقانه من ناحيتهم. ويعني مش لازم اقول لك تكون العلاقه فائقه الجمال والرومانسيه، وده شيء مش واقعي لاي بشر، في بينهم احتكاك دوري وفي بينهم نقطه نزاع وهو الزوج. مش طبيعي ان لازم طول الوقت نبقى في قمه في السعاده وقمه في الرقه والتعاون، لا، ممكن تيجي اوقات بنبقى شادين مع بعض شويه، ولكن الاساس انه يعم السلام والوئام بينكم. فعشان كده حلقه النهارده، بس قبل كل حاجه لو انتم مشتركين في القناه يا ريت نشترك ونفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده ويلا. او من اساس المشاكل ان احنا بنبص في اي حاجه عائليه او ظروف او موقف في السن اللي احنا فيه وفي الظروف اللي احنا فيها، في حين ان انت نفس الشخصيه اللي بتتكلمي دي بعد 20 سنه ان شاء الله، ربنا يديكي طول العمر وتشوفي ولادك، او 20 30 سنه بناتك او ولادك عرسان وعرايس، انت نفسك هتاخدي الدور الثاني. فدي نقطه مهمه جدا، انت لازم تتفهمي ان انت في الاخر اختياره هو، حتى لو انتم مختاراه بس ده جزء من اضطرار الحياه، لكن بيظل في الاخر من الطرفين اللي زي ما بيقولوا مستفيدين من منافع بعض، الزوج والزوجه، في حين ان العائلتين هم بيبقوا جايين في الموضوع عارفين ايه، ضيوف شرف زي المسلسل كده، احنا موجودين في الموضوع. فده مش سهل، وده عبء نفسي عليهم اولا، ان هما بيبقى بالنسبه لهم الموضوع ده فيه جزء من مسؤوليه، سواء بقى مسؤوليه ماديه، مسؤوليه اجتماعيه، زيارات، مش عارفه ايه، رسميات، لازم نضحك ولازم نعايد عليهم، لازم نتصل وهكذا. طبعا للاسف مع في الظروف الحاليه ومع الانترنت وكده كلنا ملاحظين ان الحاجات دي قلت شويه، بس بشكل عام في نوع من انواع اللي زي ما بيقولوا الحاجات الرسميه دي بتبقى في حد ذاتها تقل عليه، زائد ان انت حضرتك خطفتي ابنهم حبيب قلبهم، والقصه دي ده كمان مش سهل ابدا على الاب والام، وخاصه الام، يعني هي دي النقطه الكريتيكال اللي بتعمل دايما مشاحنه، انه انت مش حاطه نفسك مكانها. يعني انت فكري كده ان انت واحده كبرتي وغيرتي وعلمتي وشطفتي وكل حاجه، وجت واحده فجاه اوكي بعد مثلا 25 سنه، بعد ما الام شافت ابنها زي ما بيقولوا عريس وشاب وكده، جات واحده خدته، مش بس خدته، ده بقى بيحبها اكتر وبيودها اكتر، ودي كمان بتبقى غلطه من الزوج، انه ساعات بيبقى غلطان ودي غلطان، وانت لازم تحذري جوزك او تتكلمي معاه انه بذكاء ما يظهرش، حتى لو انتوا بتموتوا في بعض ما يحاولش يظهر بقى مشاعر الحب الفياضه خصوصا قدام امه. اه طبعا يعاملك كويس كعروسته ويبقى بيحبك، بس مش لازم السلوك المفرط، لانه طبعا طبعا بطبيعه الحال بيصير غيره الام، بيصير غيرتها، ودي عشان كده على فكره دي اللي الستات ما بتفهموش، رده فعل الام ساعات بتبقى عنيفه، هي مش هي 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 حست فجاه ان في حد غالي عليها قوي ما بقاش بيهتم بيها زي ما كان. وفي نقطه ثانيه برضو لازم تلمسيها، ودي للاسف الشديد في دولنا العالم العربي خصيصا، ان لازم تحطي نفسك او تلمسي العذر الام دي، عشان حاجه مهمه جدا، ان احنا في دولنا العربيه في الاغلب الراجل ما بيعملش اشباع عاطفي لزوجته، فايه اللي بيحصل؟ هي بتبقى منتظره دعم عاطفي واشباع عاطفي من ولادها، فابنها ده كان بيمثل لها يعني جزء من العاطفه، كانت بتملى بيها شيء هي مفتقداه في جوزها، فده بيخليها منتظره منه عواطف بصراحه ازيد من اللازم، فالعواطف دي بتنعكس ان هي بتبقى فيها غيره ست اكتر ما هي غيره ام. فلازم تكوني متفهمه انك يعني لو انت شايفه درتك، انت طبعا هتقولي انا لو شايفه درتي ده انا هغيظها غيظ، لا، انا بكلمك انه يعني لازم تحطي نفسك ان الست دي ما ينفعش اوريها حاجه تغيظها لدرجه ايه، ان هي بصي ده بيحبني قوي زي، ولعلمكم للاسف الشديد اغلب الستات يعني خليكم صريحين قدام نفسكم بالذات العروسه، هي بتبقى عايزه توري الحمل اللي هي هتزعل بعد شويه لما هتتكلم، بتبقى عايزه توريها شوفي ابنك بيحبني ازاي، وبتزعلي لما الدنيا بقى بتبدا الخناقه او انت ما تستفزيهاش. يبقى احنا اول حاجه نخلي بالنا نحط نفسنا مكان الاشخاص دول، ان احنا نخلي بالنا ان الناس دي عندها شيء كبير تعبوا فيه، يعتبر كان
مصدر للسعادة والأمان وكل حاجة اتاخد، وبقى كل ما يخص الراجل ده مرتبط بيكي انتي، سواء فلوسه، صحته، حياته، وقته، بقى معاكي. فبطبيعة الحال ده شيء مش حلو، احنا بنفقد شيء كبير عندنا، فلازم تلتمس لهم العذر. لما تبصي للحما او حتى الاب الزوج بالنظرة دي، هتقدري تتفهمي ان هو دي ناس زي ما بيقولوا مجروحة، فتتفهمي شويه ان هم بيبقوا نفسهم لما يبقى ابنهم بالذات يزورهم او كده، ايه يدلعوا عليه شويه، يكلموا اكتر، يستفزوكي، وما بيبقوش قاصدين كده، بس هو في جزء منها زي ما قلت لك الشعور اللي هو المشاعر اللي راحت، فكل ده هيهديكي كتير. تاني حاجه، انت لازم تكوني ودوده معاهم. انت ليه داخله اصلا بسياسه اعمل ايه مع اهل الزوج، وازاي ان احنا نحط بينا حدود؟ انت داخله اكنك داخله معركه، انت اصلا المفروض تدخلي ازاي اكسب الناس دي، ازاي احبهم، ازاي اكسب ودهم، ازاي يقولوا عليا كلام حلو. سبحان الله، هي معروفه القول الهين انك تكوني كلامك هين جميل، لسانك معسول، ما بتقوليش حاجه، ما بتقوليش حاجه تضايقهم، ذكيه في كلامك، استفزتك سواء هو الاب او الام او اخت او اي واحده، انت عدي لحد 10 وبعدين ردي بمنتهى الهدوء، بارده، دش، وبعدين تقومي رده بمنتهى الهدوء. ليه؟ مش هتكسبي، دي معركه فاشله. لما بتشدي مع اهل الزوج سواء بقى اخته وامه ونننا، دي معركه فاشله، معركه فاشله. ليه؟ لان الناس دي ليهم فيه اكتر ما بليكي. ما تقوليش لا انا دلوقتي ده جوزي ده حبيب قلبه، لان الناس دي بقى قعدوا اكتر منك معاهم، الشخص ده انتج بسببهم. فانت، انا مش بقول معنى كده ان الزوج، ان الزوج مثلا مضطر انه يتجوز لازم اختيار اهله ولازم يمه، لا بالعكس، انا شايفه ان اختيار الجواز ده اختيار فردي 100%، ولكن التعامل الانساني بعد الجواز لازم يكون ذكي. اتجوزنا اللي احنا عايزينه مش عارفه ايه، بس التعامل بقى، امتصاص الغضب، امتصاص الغضب، الغضب ده ممكن يكون موجود لان هم مثلا ما كانوش راضيين على الجواز 100%، او مش أو يكون موجود عشان فكره الفقد اللي بحكي لك عليها. فانت امتصي الغضب ده بحاجتين، قول جميل، بتتكلمي قدر الامكان بطريقه لطيفه، بتحاولي تبقي بارده، ما بتروحي نقطه تهادوا تحابوا. الهديه، الهديه مش لازم تبقى حاجه كبيره قوي في عيد الام، مش لازم تبقى هديه فظيعه، ممكن كيكه صغيره، ما تخشيش عليهم زي ما بيقولوا ايدهم فاضيه، ايدك فاضيه. انت كوني الشخص المبادر، ممكن يكون زوجك بينسى، ما بيجيبش هدايا، ما بي بي مشغول، ظروفه الماديه، ممكن تكون كيكه، انت بتعرفي تعملي اكل حلو، ممكن تكون حاجه جميله عندكم في البيت، ممكن تكون يا ستي حاجه جات لك، حد جاب لك فواكه، خدي لهم حبه. فسبحان الله الهدايا، بتبصي بلسم، الهدايا بلسم، فحاجتين، القول الهين اوكي، وان انت تديهم هدايا، وما تكونيش رده فعل هي اي استفزاز، تقولي اكيد مش قصدهم، اكيد مش واخدين بالهم، اكيد مش عارفه ايه. هتخش بقى في الحته الحساسه اللي فعلا بتعمل مشاكل كتير، وهي التدخل في الشؤون الخاصه وفرض التحكمات مثلا، هي دي الحته اللي طبعا بتزعل ناس كتير. الموضوع ده محتاج حاجتين، الحاجه الاولانيه ان انت تكوني ذكيه جدا، انت تروحي تكلمي مع جوزك تقولي له بص انا بحب مامتك وباباك جدا، وهم كويسين وطيبين ربنا يبارك فيهم، وكفايه ان هم جابوك وشويه دلع، بس انا بصراحه بمواضيع كذا وكذا كذا حاسه ان ده قرار شخصي منا، ومش حابه ان هم يتدخلوا، وانا باحرج اني اقول لهم كده. فانت الاول صدري، يعني مش لازم انت اللي تروحي تقولي لها بصي بقى انا مش عايزاك تتدخلي في حياتي وانا وجوزي مش عارف. مشكله اللي هي الدور بتاع المسلسلات، عارفين مسلسل كيداهم بتاع فيفي عبده، تحسي كده طول الوقت كانه لازم في اكشن وفي موسيقى تصويريه ولازم انت تصرخي، لا خالص، انت بتتكلمي بطريقه لطيفه وبذوق، وبتحتفظي بالادب واللياقه واللباقه وكل حاجه، وبتقولي لها، بتخليه هو اللي يقول لمامته وباباه يعني ايه من فضلكم كذا كذا، هو ما قالش وما عملش، هتعملي كالاتي في المواقف اللي زي كده، حاولي تعدي الكلام بدون ما تدخلي قوي فيه، بمعنى مثلا تقول لكم بس انا شايفه ان ابنك كان المفروض يخش مدرسه الفلانيه والمدرسه دي احسن، تقول لها تسلمي يا طنط والله راي حضرتك كويس، ان شاء الله نشوف المره الجايه، ان شاء الله نحاول، ان شاء الله. جت قالت تاني ربنا يبارك لك يا طنط راي حضرتك زي الفل، ان شاء الله هحطه في بالي، عارفه سكت الشخص، ما تعيد انت نفس، عارفين خدمه العملاء لما بيعلق اللي هو اقفل الراوتر وافتحه تاني، انت اعملي زيها عادي نفس الجمله، ما فيش اي مشكله، لو قلتي لي 1000 مره انا هعيد نفس الردود. فهي تقول لك ايه ده انت بتسكتيني يعني مش عارفه ايه، لا والله يا طنط انا نفسي حضرتك تكوني مبسوطه وكذا، لو جه فرصه ان انا اعمل الحاجات اللي بتريحك اكيد هعملها، مش هتردد طبعا. ذكاء، بص يعني ايه ضربه معلم، هو لازم تكوني ذكيه في الردود،
لكن جاوب اصل دي حياتنا اصلا، وانت ما ينفعش تروحي مش عارفه. هو دي اللي بتعمل ازمه. وفي بقى الاسوأ من كده، ودي اللي بتعملها تقريبا اغلب الزوجات، ان هي بتروح تشتكي لجوزها وتقول له ده اهلك دول، وشوف بيعملوا ايه، وشوف كل مره مامتك ما بتجيش غير لما بتقعد هو مش هيتقبل. يعني ممكن يتهيأ لك ان هو تعبيرات وشه متقبل ان انت اوكي بتقولي له على مامته كلام سلبي، بس صدقيني لا تتخيلي كميه الالم اللي هو بيحسها، هو مبقاش عارف يعمل ايه، لان انت المفروض شخص بيحبه ودول شخص بيحبه، ففي صعوبه فظيعه في ان هو يبقى في النص، انت كده بتقتليه. فانت حلك في حاجه زي كده ان انت لو عارفه ان هو ممكن يقول لهم او يعني تجيبها له بطريقه لطيفه، وانا ما بحبش ازعلهم بس الموضوع ده كذا كذا وحساس، فالافضل ان هم مثلا نحاول ما نتكلمش فيه. وانت بقى خلاص عرفتي ان هي ما تسيبهاش بقى في القعده دي، طول ما هي تبدا تفتح الموضوع ده انا عامله لحضرتك عصير يجنن هروح اجيبه، مش عارفه ايه، طب ما يلا نسخن على الاكل، اقطع الحوار، اقطع ما تخشيش في حاجات جدليه اصلا. بالعكس انا شايفه المفروض ان المواضيع تبقى سوبرفيشال شويه، يعني لازم تكون الحاجات اغلب حواراتك معاهم، بالذات لو انت عارفه ان شخصيه حماكي او حماتك شخصيه مثلا ناقده قوي او بيتمسك برايه او مش متفتح او او او. انا شايفه ان جميع الاحوال لازم تكون الكلام على قد الحاجه، ما تخشيش معاهم في حاجات جدليه، ما تقولي لهمش حاجات كتيره تفاصيل عن حياتكم، ما تقولي لهمش ليه تقولي يعني انت عارفه ان هي اصلا هتنقد، وصرفته ده ليه، ورحت المحل الغالي ده ليه، طب بتحكي ليه. فدي من ضمن الحاجات برضو ان احنا نقول اللي لازم نقوله، غير كده ما يفضلش. العلاقة بتبقى اي مع الود صلة الرحم، يا ستي خليها هي تتكلم عن نفسها، صحتك عاملة ايه، ده انت منورة النهاردة، اي حاجة. في بنات بجد هي انت من داخل الجوازة مش عايزة تقولي كلام حلو، طب انا عاملك ايه، انت اصلا من الاول متحفزة، هي دي النقطة الثانية، في تحفز. فايه دي المشكله، ان هي من الاول ده اهل جوزي وانا مش عارفه اعمل ايه في تحكمات، انت داخله كانها معركه، انت تخسري كده. هي الذكاء انه لا ده الناس دول بيحبوا جوزي وانا بحب جوزي، احنا لازم نتعايش، دعوه للتعايش، وما لهاش حل غير ازاي اتكيف معهم، بس مفيش مخرج، لان هتبقى الخساره مؤلمه. هو لو قطعهم عشانك انت مبسوطه يعني بيتهيألك ان ده حل، بس صدقيني ابدا العكس صحيح، هو هيعمل ايه، انت بتحرقي الراجل كده بالطريقه دي. فالذكاء انت حلي، وهي ان انت تقولي رايك في مواضيعهم الشخصيه او الخاصه، يعني لما تلاقي جوزك مثلا بيكلم مامته وبيتكلم عن اخته مثلا وعملت كذا، طب وهي فعلا ما تفهملكش دعوه، ليه متطفله انت، ليه متطفله، طب ايه هي اختك عملت ايه، ما تحكي لي، اه بجد، لا حرام عليها، لا مش موضوع هو يعني اعلامي او مسلسل بنقول فيه راينا، لا يعني بجد من اكتر حاجات الغلط ان انت تقولي ارائك في اهل الزوج فيهم، يعني تقولي له تنقضي حاجه، تقولي رايك في حاجه، ليه وبعدين في الاغلب انت مثلا لو قلتي باي سبب من الاسباب ذمتي اي حد فيهم، هو ممكن موقف يعدي بس صدقيني هو مش هينساها. فاصلا من الصح يعني انا بحس الصراحه ان هم باحترامهم بيجي جزء من احترام الشخص، فانت خلاص ده شيء ما يعنيكيش، هو لو جه قال لك كذا كذا عمل كذا رايك ايه، حاولي تكوني منصفه بس بدون ايذاء في شخص حد، يعني مثلا لو والله انا شايفه ان هي كانت المفروض تعمل تصرف غير كده، بس هي والله شخصيه لطيفه ان شاء الله ربنا يحل لها الامر، مثلا اي حاجه مشكله شخصيه مع جوزها ولا حاجه، ده هو لو جه حكى لك يعني. غير كده انت بتتدخلي ليه، ما هي دي برضه هتيجي عليك انت بالسلب بعد كده، انت نقضتي ونقضتي اهله وكذا وكذا. اكتر العيوب اللي بتحصل وهي الحكي وان انت تقولي المشاكل اللي حصلت بينكم او تذمي جوزك او تحكي عنه مثلا لمامته على حاجات مش عجباكي فيه، من اكتر الحاجات اللي مش ذكيه ابدا ابدا ابدا. هتكسبي طبعا، مفيش حد بيقبل، عارفه اللي هو ايه، ابني القرد في عنق امه غزال والحاجات دي. الام بالفطره هي بتبقى فايتر، يعني هي ممكن تحارب عشان اولادها، فهي الام ما بتقبلش ان اولادها ينتقدوا او يبانوا وحشين او يفشلوا او او او. ثانيا هي مش هتبقى منصفه زي ما انت متخيله، حتى لو قالت انها منصفه دي بتبقى اخر حل، يعني خلاص بقى دخلتوا في مواضيع بقى لا قدر الله حاجات كبيره جدا وممكن توصل للانفصال وكذا، عايزه تكلمي مامته عشان تتدخل وكده، ده ممكن. بس صدقيني اسالي اي واحده متجوزه، مفيش واحده متجوزه بتحكي لامها او الام على حاجه وهي بتطلع ابنها غلطان 100%، يعني حتى لو طلعته بتبقى يعني عصر على نفسها كل الليمون، وبتبقى طلعه بقدر يعني قليل جدا من الحقيقه. فمش يعني الفكره دي مش هتجيب لك نتيجه غير نتيجه عكسيه، وفي الاغلب دي بتقهر برضو او بتضايق جدا الزوج،
يعني انت كزوجتي لا ده انت مش بس يعني مثلا في بينا مشاكل، انت كمان بتسوقي صورتي قدام اهلي، فدي ابدا مش طريقه كويسه. احنا بنعملها بس كنوع من انواع التدخل الاخير قبل حاجات قرارات خطيره. طبعا المقارنه، بيتهم، اكلهم، شفت مامتك عامله ايه، شفت اختك جايبه ايه، بتحطي نفسك في نفس الخانه، هتقارني هتقارن بيكي، هتبداي تقارني في الجواز، هيبدا هو فجاه تلاقيه بيقارن من الاول كده. يعني انت اصلا من ليله الزفاف تقولي له انا مش ناويه يعني حابه حياتنا تبقى احنا الاثنين تبقى حياه مميزه، لا انا ناويه اشوف حد وعامل ايه وبسوي ايه، ولا انا حابه ان انا اتقارن بحد، بس فول ستوب. انت ما يخصكيش زي ما قلنا، برضو ما يخصكيش. يعني هو اللي يقول لك ايه، ما انت ما تدخل فيما يعني سمع ما لا يرضي، هي المبدا ده، المقارنه باب جهنم، سواء عليك انت نفسيا او على علاقتك انت. اخر نصيحة، تكبير الدماغ. مامته بتعمل له حاجات كتير وهو بيحبها من ايد مامته، وهي مامته اللي بتنقي له مش عارفة ايه. انا معرفش الستات بتحب ايه، هي ستي خديها من باب ايجابي، الست بتشيل عني، الست اكلها حلو، هي بتعمل اكل تحفة، ده انت تقولها دسم ايدك يا طنط، ده انت اكلك يجنن، ويعني كمان ده احنا هناخد الزيادة معانا البيت عادي، يعني ما تاخديش اي حاجة عليك، عارفة زي ما بقول لك لوح تلج كده. مامته اللي بتختار مش عارفه ايه، ريحي راسك. يعني انت ما تخشيش غير في حاجات قليله قوي، وجيبيها بطريقه ذكيه، ما تجيش يعني ما تجيش تكلميها هي زي ما قلت لك، انت تروحي تقولي لجوزك بطريقه لطيفه انا بحب راي مامتك وبحب كذا، بس احنا مثلا انا حابه ان احنا ننقي المطبخ ده سوا، او ننقيه لوحدنا، او تروحي يا ستي انت تنقيه، او تمشي الكلام تقولي ان شاء الله هنشوف، وبعدين تروحي تجيبي المطبخ اللي انت عايزاه، لكن ما تجيش ابدا في الموقف تقولي لا لا ايه، لا 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 انا ومحمود انا وانا مش عارفه مين متفقين على المطبخ ده ومش عايزين غيره. ما هي الحاجات دي انت بتقول عندي فيها، تقول لك بقى هشوف لنا يا هي، ما هي قلت لك هي خلاص الست دي كان في واحد بتحبه جدا وتعبت فيه جدا، ممكن تكون بتحبه اكتر من جوزها 100 مره واتاخد منها، ما تهزريش. شوفي انت كده عدوانيتك لما مثلا جوزك يقول لك هتتجوز عليكي وانت تعرفي هي ليه عامله كده، يعني العلاقه الحامه بالبنت في الاغلب فيها جزء انثوي، يعني غيره انثى لانثى، لو انت تتفهمي ده هتقدري انت اكنك ضره داخله عليها. فشوفي انت المفروض تتعامل ازاي، هو ده واقعيا كده، ضروره وحياه وكده، بس حقيقي ده رده الفعل. طبعا الناس التانيين زي ما قلنا التجنب، اللطف، وضع حدود، وتقليل الحاجات قدر الامكان، والتفكير قبل الردود. وبكده تبقى خلصت حلقتنا، اكتبوا لي تحت ايه مواضيع شائكه زي هذا الموضوع الذي لا احبه ولكني تكلمت به عشانكم. وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس اللي عامل لايك للفيديو ده. اشوفكم على خير.